رجعنا من الفاصل للفقره الاقرب لكل كرش راجل وكرش ست. معلش اتاخذونيش بقى، احنا هنقعد مع بعض دلوقتي اكننا قاعدين على طبليه. الفقره الاقرب بص النهارده موضوعنا هو السوشيال ميديا، صح؟ احنا عايزين النهارده ناخد موضوعنا دوت بشكل ايجابي لموضوع التخسيس والجسم. طب هناخده ازاي؟ هو السوشيال ميديا اغاني وفيديوهات واخبار بس؟ لا، ما فيها شوبينج برضو. الشوبينج دي اللي بتخلينا على طول نطلب اكل، الاكل السريع على طول واحنا قاعدين في البيت، لقينا عرض حلو بقى دلوقتي الناس بتطلبه فيلا نطلبه، اوفر بقى خصم النهارده على الوجبات فبقى اكل. غير كده كمان بقينا احنا يا جماعه احنا لما بنيجي نجيب لبس بقينا بنجيب لبس واسع. اللبس الواسع دوت والله العظيم بجد ما بيحفزش خالص ان الواحد يخس. ليه؟ انت لو لبست مقاس مفيش حاجه باينه كده، مفيش حاجه باينه، انا هاخد بالي من ايه دلوقتي؟ فهو برضو موضوع السوشيال ميديا بيصب الموضوع التخسيس، ولا انت رايك ايه؟ دي حقيقه فعلا. وانا عايز اقول لك على كل حاجه، اصلا يعني السوشيال ميديا بتخليك كمان عندك كسل في الحركه. انا قاعد ممكن فعلا زي ما انت قلت اعمل مثلا شوبينج وانا قاعد مكاني، اللبس الواسع فعلا. بس كتير. كمان انا عايز اقول لك على حاجه، بنات كتير قوي فاتحه مثلا السوشيال ميديا انستغرام مثلا، بتشوف واحده شكلها حلو ولابسه لبس حلو وشكلها كده فات في اللبس بتاعها، فتقول انا نفسي ابقى كده، او نفسي جسمي يكون شكله كويس، او انزل مثلا مناطق معينه مضايقاني، او احل ديفوهات معينه في جسمي. انا شفت ده على فكره، موضوع السمنه وزياده الوزن، شفت واحده صاحبتي عملت نفس اللي انت بتقولي ده بالظبط، وبتحس الموضوع صعب. يعني بتحس ان هو صعب، وانا هحرم نفسي من الاكل، وانا همشي على نظام دايت قاسي عشان اوصل للمرحله اللي هي فيها دي، خايفه طيب اطلع السيفي. ده موضوع ده انا طالع الصيف ده موضوع بالظبط. فاحنا جبنا لكم الحل النهارده، حل سهل، حل بسيط، حل يعني في وقت كمان قليل ومن غير طبعا اعراض جانبيه، مع متابعه طبيه كامله. يعني ايه سحر كده النهارده؟ وسعر النهارده ايه؟ السعر النهارده الناس برضو بتبعت لنا السعر، عايزين سعر اقتصادي، عايزين حاجه هاديه، مع ان احنا بنعمل ده بس النهارده احنا زودناه لهم كمان عشان ينبسطوا. الخصم أكثر. لازم يكون معانا خصم، ولازم يكون في هدايا خاصه بوش وظهر، ده اساسي. طبعا وش وظهر بيتميز بالهدايا دايما، وبيتميز بالخصومات، وبيتميز بالتوصيل اللي ببلاش لحد باب البيت، بالمتابعه اللي ببلاش من اول يوم لليوم الاخير اليوم ال30، عشان خاطر انت المتابعه دي والله العظيم بمثابه الخصم اللي موجود على الكورس، بمثابه المسابقه اللي احنا انت ما قلتيش المسابقه. طيب نقول لهم المسابقه، هنشرح الكورس بيعمل ايه، بس قبل اي حاجه النهارده احنا بنتكلم على مسابقه لازم تكون موجوده معانا. عرفنا الاول الكورس والمسابقه دي ايه؟ عرفنا الاول الكورس، بعد كده نقول لهم الكورس الاول. خلي المسابقه ايه شويه سسبنس كده، الناس تبقى قاعده عايز تعرف ايه المسابقه. طب الكورس بتاعنا النهارده ايه؟ كورس وش وظهر، او كورس المسابقه. بوكس المسابقه النهارده يا كريم الاساس بتاعي اللي احنا حاطينه جوه الكورس بتاعنا، كبسولات ونقط واعشاب، ده الاساس بتاعنا. ده الأساس. خلاص كده الاساس ده او الثلاث منتجات دول الاقوياء جدا دول ينزلوا معاك قد ايه في وقت قد ايه؟ هيكفيني مده شهر كامل، هينزلك مش اقل من 15 كيلو. في ناس بتعدي ال 15 كيلو، بس احنا بنقول رينج النزول 15 كيلو. 15 كيلو في الشهر بالظبط. احنا الاساس بتاعنا دلوقتي كبسولات نقط اعشاب بالظبط، صح؟ دول بخصم قد ايه؟ الخصم النهارده 55%. اوعى بقى، وفي خصم 5% زياده لاول 50 متصل. مع ان انا قلت لها خليها في النص ما نقولهاش دلوقتي، بس عشان خاطر الناس اللي دايما بتبعت لنا ان احنا ما بنلحقش ودايما الارقام مشغوله. يا جماعه والله جايبين اكتر من وسيله، يعني جايبين ارقام تقدر تصوريها دلوقتي وتسلب اكتر من رقم، او تبعت رساله على الواتساب الهدايا على اي رقم. لسه دي لسه في هدايا، ده في هدايا لسه. الخصم ال 55% ده ده على مدار اليوم، ده لحد بالليل النهارده، بس هو الخصم لمده يوم واحد بس. أوكي. اللي هو النهارده في خصم اضافي، الخصم النهارده ال 5% زياده لاول 50 متصل. مكسوفه تقوليها، يعني في خصم 60% لاول 50 متصل على كبسولات نقط اعشاب، يعني مش هدفع حقهم كلهم، لا انا هاخد خصم 60%، يعني هدفع 40% من قيمه علبه كبسولات، علبه نقط، علبه اعشاب، الكورس بتاعي الاساسي، ولسه معايا كمان هدايا. الهدايا مية بقى، اتنين امبول تعليه معدل حرق الجسم. انا لما اشرح الكورس انت هتلاقي اصلا انا بقول لك ان في حاجتين معايا النهارده، النقط والاعشاب، دول مخصصين لرفع معدل حرق جسمك بالزبط. عشان اقدر انزلك بشكل سريع وبشكل امن. بس كمان احنا حاطين النهارده حقنتين تعليه حرق، اتنين امبول حرق، دول اصلا يولعوا لك بقى في جسمك، دول بقى يخلي معدل الحرق عندك بص يخلي الجسم بتاعك طول اليوم. انا بحب امبول الحرق قوي، بحبه قوي على فكره. انا بس قدام انا بستخدم امبول الحرق، امبول الحرق انا بشبه وباخدوش حقن لان بخاف من الحقن، باخده على كوبايه عصير او على كوبايه ميه بالظبط. الامبولات بتخليني مكنه حرق بقى، معدل حرق بيزيد تقريبا اكن لعبت ساعتين رياضه. يعني مهما اكلت مع صحابك مثلا، نزلنا اكلنا مثلا بره اكله تقيله، نسبة دهون معينة جسمي محتاجها بتبقى في جسمي، الدهون الزايدة عن احتياجي الحقن دي بتقضي عليها تماما. طب يعني كده احنا معانا اتنين امبول حرق، دول برضو هيبقوا لأول 50 متصل؟
طيب يبقى الاثنين امبول حرق دول اول 50 متصل هديه غير الخصم ال 60% الاول برده 50 متصل وغير كده في خصم 55% لحد الساعه 12 عشان كل الناس تلحق بوكس المسابقه او بوكس وش وظهر. في برده بقى حاجه ثالثه وهي المسابقه اصلا. المسابقه للي ما يعرفش المسابقه دي احنا عاملينها عشان خاطر نحفزكم اكتر. هتنزل لنا دلوقتي حالا صوره المسابقه عشان الناس تعرفها اكتر وتفهمها اكتر. المسابقه معانا يا جماعه بسيطه جدا. اللي بيحجز النهارده بوكس المسابقه وبوكس وش وظهر بيبقى معانا سحب بعد اسبوعين من النهارده. بنختار سحب علني 20 فرد بالزبط. بيطلع معانا 10 افراد طبعا مش في حلقه واحده على اكتر من حلقه. وال10 التانيين بيطلعوا معانا بمداخلات او بصور اللي انتوا عايزينه بقى بتختاروا انت عايز. بنعمل السحب على فكره قدامكم على الهوا. بنختار 10 اسماء يحضروا معانا على الهوا وبنختار 10 اسماء يطلعوا معانا بصور و او مداخلات لو هم كمان في محافظات بعيده. بنعمل ده علني قدامكم عشان ده يبقى حافز ليكم تتفقوا معانا ونهزر ونلعب ونتكلم. وخسيتي قد ايه بقى في الاسبوعين؟ لان بوكس النهارده بوكس وش وظهر او بوكس المسابقه بينزل زي ما مايا قالت 15 كيلو في 30 يوم. بدفع ثمن كبسولات نقط اعشاب وكمان ما بدفعش ثمنهم 100% لا ده انا بدفع ثمنهم بخصم 60% الاول 50 متصل. طب ما لحقتش ال 50 متصل لحد الساعه 12 بالليل خصم 55%. طب انا كمان ليا هدايا ايه هم؟ اثنين امبول حرق لاول 50 متصل دول ببلاش مع ان التوصيل ببلاش مع ان المتابعه ببلاش. طب ما هي عايزه احجزه واعمل ايه؟ اشتريت الكورس. اشتريت صح؟ هقول لك على حاجه. انا عايزه اشرح للناس الكورس بيعمل ايه او الوظايف اللي الكورس بيشتغلي عليها طبعا. بس الاول ناخد المداخله اللي معانا دلوقتي. ياريت. مشيره الو. الو ازيك يا مشيره؟ ألو. عامله ايه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ مبروك على البرنامج. الله يبارك فيكي. انا بجد يعني اسمك حلو قوي يا مشيره بصراحه. من زمان اتصل بيكو وتشجعت يعني لما شفت البرنامج ده لذيذ كده فقلت اما اسال عن الحاله بتاعتك. احنا مبسوطين بيكي ان انت معانا. ده في الاول اسمك حلو قوي مشيره والله. بجد يعني ما هو مش عاجبني قوي يعني. ليه ده اسمك حلو قوي ومميز كمان. ده حلو قوي يا مشيره. طب قولي لنا انت محتاجه حاجه تخص التخسيس؟ انا محتاجه محتاجه اخس كده بتاع 60 كيلو. لا انا 100 كم كيلو؟ تمام. عايزه تنزلي قد ايه؟ 60. عايزه اخس 60 كيلو. انت وزنك كام؟ 125 كيلو وزنها. 125. الحرق عندي ضعيف جدا وعندي مقاومه انسولين. تمام. هو عندنا كام سنه بس الاول؟ لا يعني انا جالي انا كنت جسمي حلو على فكره بس ساعه لما جاتني مقاومه الانسولين ده وبقيت باكل بالليل كتير وجعانه على طول وطلعت مره واحده. طب يا مشيره قولي لي عندك كام سنه؟ انا دلوقتي 28. طيب احنا صغننين احنا مش كبار ولسه يعني الحرق كمان في جسمنا شغال حلو قوي فهتلاقي الكورس كمان بيديكي نتيجه حلوه جدا معاه. انت عندك سمنه مفرطه يا مشيره صح؟ يعني 125 دي سمنه مفرطه. هو انا يعني عندنا في العيله كده. طب مشيره جربتي حاجات قبل كده؟ انا بصراحه لا. هو انا يعني بخيط يعني انا اول مره بصراحه اطمنت يعني. طب ايه حفزك؟ كنت معاكم يعني من فتره. طب ايه اكتر حاجه خليتك تقدر يا خلاص انا اتحفزت وهطلب العرض وبسم الله توكلت عليك يا رب؟ ده ايه السبب؟ انا سمعت من ناس كتير حواليا بصراحه ان هم خسوا معاك. يا رب يخليك. ده شرف لينا يعني. انا اشكرهم لي ده شرف لينا واحنا مبسوطين جدا بمداخلتك. وعلى فكره ال 60 كيلو انت هتنزلهم دول انا عايز افاجئك ان انت هتنزلهم في وقت قصير جدا من 4 لـ5 يعني 5 شهور بالكتير جدا. ده بالكتير كمان ان شاء الله. ان هي كمان يا كريم سنها صغير فهتلاقي الحرق عندها شغال كمان بالزبط. باستمرار حلو جدا فهتلاقي ده مساعد كمان ليكي مع الكورس فهتلاقي نفسك نازله وزن حلو. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ شكرا قوي ليكوا بجد. شكرا للناس اللي فكرتي تاخدي الخطوه. الحقي حاطين لك الارقام لو مشغوله واتساب مشغوله في صفحه يعني 3 وسائل بس انا عايزه اقول لك على حاجه. حاولي تتواصلي على رقم اسرع. يا ريت كلميهم دلوقتي قولي انا عايز اسال على كورس المسابقه او عرض وش وظهر. اسالي على السعر بس هتلاقي السعر اقتصادي جدا على قد جيوبنا وعلى قد ايدينا بعد طبعا المصاريف المالية اللي احنا خارجين منها. هتلاقي حاجه بتخسسك بشكل امن مرخصه من وزاره الصحه. هتلاقي فريق طبي بيتابعك من اول يوم لغايه اليوم ال30 ولو انت خدت اكتر من كورس برضه هتلاقي المتابعه مجانيه. توصيل ببلاش مرخص يعني ملوش اي اثار جانبيه. دي حاجه تطمنك مش بنحرمك من الاكل مثلا. بنقدم لك المعادله الصعبه وهي اني بسدلك الشهيه بخليكي تاكلي كل الاصناف اللي انت بتحبيها ونفسك بتروح على الاكل. بس بدل ما كنت بتاكلي طبق رز بقيتي بتاكلي ربع طبق رز. بدل ما كنت بتاكلي رغيفين عيش ربع رغيف عيش بلدي. وده مثال بسيط يطبق على اي صنف موجود على الترابيزه بتاعتك. فده مع الكبسولات والنقط والاعشاب ده اللي احنا بندفع ثمنه. نتيجه هايله جدا 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 على نهايه فتره الكورس بتاعنا طبعا. وهي انا يعني اتوقع يا كريم هي تقدر
الفكره بتاعت اول اسبوع الاقي نتيجه دي هتخليكي تتشجعي اصلا ان انت تكملي. ده حافز قوي جدا ان انا اول اسبوع على الميزان الاقي نفسي نزلت من 4 كيلو ل 5 كيلو باذن الله، غير ان ممكن الاقي كمان مش ممكن ده بنسبه 100% ان هلاقي فرق في المقاس. يعني في ناس دايما تقول انا لقيت فرق في المقاس بس نزلت على الميزان 3 كيلو ونص بس. بس انا في شكلي شكلها في خاسس اكتر من الميزان. دي بتبقى ميه ضاره ميه مخزنه تحت الجلد زياده عن احتياج الجسم. بالظبط كده. عايزين بقى نشرح انتوا دلوقتي عرفتوا الخصم 60% الاول 50 متصل دلوقتي على الكبسولات والنقط والاعشاب، غير كده كمان الخصم ممدد معانا لحد الساعه 12 بالليل 55% لو ما لحقتش الخصم الزياده ال 5%. الهدايا 2 امبول حرق ببلاش لاول 50 متصل معانا دلوقتي برده، وهنلعب في دماغ كده انا ومي نلعب مع بعض شويه ممكن نزودهم شويه. فانا عايزين الناس تلحق كل العرض بتاعنا النهارده، بوكس المسابقه او كمان بوكس وش وظهر. اهم حاجه يا جماعه ان بوكس المسابقه ده يكون حافز ليكم ان انتوا تيجوا ونعمل السحب ونلعب ونتكلم ونشوف تجربتك ايه خلال اسبوعين، نزلت قد ايه. انت ممكن تنزلي من 8 ل 9 كيلو، ده فرق كبير، وصورتك تطلع معانا وتتكلمي عن قبل وتتكلمي انت عن بعد. اشرح لنا مي بقى تاني الامبولات تاكيدا بتعمل ايه. الامبولات بترفع معاك معدل حرق الجسم 4 اضعاف الحرق الطبيعي جنب النقط وجنب الاعشاب، وبتكسر معاك الخلايا الدهنيه الصعبه. فالناس اللي عندها مشكله الغده اتحلت تماما معاهم يا كريم الحمد لله. لو نقدر ناخده على عصير او على ميه عادي؟ عصير ميه اه براحتنا. طب انا معانا دلوقتي شروق. الو الو، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انا اسمي شروق ده على فكره. مبروك عليكم البرنامج الجديد. يا رب يخليكي. اسمي شروق ده عزيز على قلبي قوي. منورين الشاشه بجد. يا رب يخليكي. انا اللي بشكرك جدا. تسلمي. انا بس كنت عايزه اسالكم في حاجه. عينيا. هو انا عندي مقاومه انسولين، وكل ما اروح لدكتور يقول لي لازم تخسي. ولا يهمك يا شروق. جربت حاجات كتير جدا يعني ما بتجيبش اي نتيجه. ومش هكذب عليكم، جربت كمان يعني انواع ادويه ثانيه وكده، مش بصراحه حسيت ما قلقت منهم وكده وما جابوش معايا نتيجه فما كملتش. طبيعي. فبصراحه انا بقالي كتير قوي متابعاكم وكده وبشوف ما شاء الله الناس اللي بتخس معاكم وكده، فقلت بقى ايه. بص يا شروق، انا النهارده كملت بصراحه. يا رب يخليكي، ده شرف لينا. انا عايز اقول لك النهارده يا شروق ان احنا عاملين لك عوامل كتير تخليكي تاخدي العرض النهارده وانت مبسوطه وسعيده. سعر اقتصادي على قد ايدينا، اسالي على السعر بس. خصم النهارده 60%، هندفع 40% فقط، وهناخد توصيل ببلاش ومتابعه ببلاش، وهناخد حقنتين مجانا. والنهارده في مسابقه كمان، يعني انت ممكن يا شروق كمان اسبوعين تيجي تقعدي معانا هنا وتقولي تجربتك. عايز اطمنك انه ما فيش اي اثار جانبيه. عايز اطمنك انه بوكس مرخص من وزاره الصحه. عايز اقول لك برده وده اكتر، ان الحافز ان انا اجيبك تقعدي معانا ونتكلم مع بعض دي طمانينه ليكي وطمانينه لكل. ولو مش عايزه تطلعي في الحلقه تبعتي صوره افتر، يعني ايه قبل ما انزل وزني او هكذا، او تخشي كمان معانا مداخله حتى تشرحي انت عملتي ايه وفرق معاكي ازاي. كمقاومة انسولين ما تقلقيش خالص، هو امن لكل الحالات هو كده كده اي حاله صحيه يا كريم، يعني ضغط، سكر، كوليسترول، غده، مقاومه انسولين. الناس اللي عندها مشاكل في العظام كمان بتلاقي فرق حلو قوي بعد ما تنزل الدهون. جريت لها العرض. معانا ولا خلاص؟ لا يبقى خلاص مع الاسف. لا بس هي ان شاء الله دلوقتي تكون بتلحق العرض، علشان انا النهارده عايزه كل الناس تبدا تاخد الخطوه، ما سيبش نفسي لمشكله السمنه او للمشاكل اللي بتيجي بعد كده بسبب زياده الوزن، زي بقى مشكله العظام والمفاصل. الناس اللي بتبقى وزنها اوفر ويت محمل معاك على المفاصل وعلى العظام وعلى الركب. احنا دلوقتي يا مي معانا صور اهي بفور وافتر، الناس برضو تشوفها عشان تتشجعوا، واحنا بنتكلم بثقه لان القصه معانا مختلفه. انت بتخس بشكل امن وفي وقت قليل وانت قاعد في مكانك وبكورس مصرح من وزاره الصحه. بصوا يا جماعه، هي بجد والله العظيم كانت ما بتقدرش تتحرك، كان عندها مشكله لان السمنه المفرطه بتخلي الواحد غصب عنه ما يعرفش يتحرك ويمارس يومه بشكل طبيعي. بشكرها طبعا. انا بشوف ان الفرق يا جماعه ما بين الصورتين، انت بتشوفيه شكل جسم قبل وبعد. انا بشوف انه رقم واحد صحة. كلها اتغير طبعا. بالظبط. رقم واحد صحه، رقم اتنين ثقه بالنفس وحاله نفسيه، رقم ثلاثه شكل الجسم. وانا عايزه كمان اضيف بس حاجه كريم، دلوقتي هنا شكل الجسم كله، احنا هنا بنتكلم على سمنه مفرطه او وزن زياده. انا مش بس بخسس الوزن او بنزل الوزن الزياده، انا بعمل لك نحت. بالظبط. الصوره الثانيه اللي هي بعد ما خست شكل جسمها متناسق، ما عندهاش ترهلات مثلا. بالظبط. مش مجرد ان هي نزلت او خست وعندها ديفوهات لسه في جسمها، لا، احنا بنعمل لك نحت، او بنعمل لك كمان الكلام برضو للرجاله، بنعمل لك نحت، بننزل لك اماكن تجمعات الدهون او الدهون الصعبه العنيده اللي بتبقى عامله شكل مش لطيف للجسم. بالظبط كده. وعايزين دلوقتي حالا واحنا الصور معانا، الصور برضو لو انتوا خدتوا بالكم ان دي نفس التيشيرت، الصوره اللي معانا دي بقى مبينه قوي ان هي كانت بتعاني مشكله في البطن بشعه، لان دي اكتر مشكله بتجيلنا. وده بقى الكبسولات بتاعتنا. الفرق ده، الفرق الصورتين، انا بشوف ان ده كبسولات ال 30 كبسوله في الشهر. يعني وانا عايز استغل بصراحه تواجدها معايا دلوقتي. مي شرحت لكم الامبولات بتعمل ايه، وقلنا ان احنا ممكن ما ناخدهاش حقن. النقط يا جماعه، النقط ما بتعملش غير حاجه واحده بس،
هي اكني لعبت ساعتين رياضه على مدار اليوم وانا ما اتحركتش من مكاني خالص. بتشتغل على حاجه واحده بس دي اهم حاجه اصلا كمان، نينجا. بنرفع معاك معدل حرق الجسم. النقط دي قلبت، النقط دي الناس بتقول عليها نينجا اصلا عشان بتعمل حاجه واحده. دي حاله كمان راجل بقى معانا تحسي في الحنه صح؟ كان في الحنه راح يحتفل. طيب هنا منطقه البطن طبعا واماكن تجمعات الدهون كلها نزلت. شكل الجسم يا كريم في الصوره الثانيه شكل الجسم حلو جدا منحوت جدا، وده على متناسق. فكره وده اللي الكبسولات بتكمل النقط، النقط بتكمل الاعشاب، الاعشاب بتكمل بالزبط. الامبولات. يعني احنا لما بنجيب مثلا هدايا بنجيب الهدايا تكمل التخزين. انا ممكن اجيب لك هدايا جماليه، لا انا كان قصدي عشان خاطر زي ما هي قالت في اول الحلقه ان احنا عايزين تخسي 15 كيلو بالظبط، حاجه تساعد معاك جدا جدا. يعني انا بديك الكورس او الكبسول الاساسي ومعاه النقط والاعشاب، لما احط لك هديه في العرض لازم تكون هديه قيمه جداً. قويه تديك نتيجه احسن وتساعد معاك الكورس ان هو وصل الامبولات مش متوفره بسهوله، والامبولات غاليه جدا وعليها طلب كبير طبعا بالزبط. الناس بتحبها قوي. عايزين نقول زي ما قلنا النقط، قلنا بقى يا مي النقط 10 نقط على نص كوبايه ميه اكن لعبت ساعتين رياضه. تاخدها بعد الغداء مثلا وتسيب النقط تشتغل في حرق الدهون الموجوده في الجسم. قاصد على فكره اسيب الكبسولات لحد الاخر، اللي هي الوحش بتاعنا الاساس بتاعنا. قول الاعشاب بقى. طيب الاعشاب بتاعتنا بتعمل ايه؟ الاعشاب انت بتاخد كوبايه اعشاب اولا عشان بيجي لي، ايوه كنت لسه هقول لك، بيجي لي سؤال يقول لي طعمها وحش هتضايقني، طعم الاعشاب حلو جدا. تاني حاجه بتتاخد اصلا من غير سكر لان هي اوريدي طعمها حلو. تشتغل معاك على ايه؟ حاجتين مهمين قوي، ارفع لك معدل حرق الجسم، والحاجه التانية كمان ان انا بنقي الجسم من السموم اللي موجوده فيه. اللي بتجيلنا منين؟ يعني من الشارع واكل الشارع بالزبط. السموم دي يا جماعه احنا بننقي الجسم من السموم بالبلدي عشان الكبسوله والنقط والاعشاب والامبولات يشتغلوا على نظافه. ده بالبلدي عشان بنقي الجسم من السموم. مهامها ايه الحلو فيها؟ عشان خاطر كل حاجه تديني كفاءه 100%. نيجي بقى للكبسوله يا مي. الكبسوله بتعمل لي المعادله الصعبه يا جماعه، السبع مراحل وهنشرحهم انا ومي بالراحه. سد شهيه، حرق دهون، زياده حرق الدهون المتخزنه عندي، زياده معدل الحرق في الجسم، ثبات الوزن بعد النزول، نحت القوام، تنظيم عمليه الهضم، حرق دهون الكرش بالذات. هناخدهم واحده واحده. قول لنا مثلا مي سد الشهيه. سد الشهيه ده اول حاجه الناس بتسال عليها، بتقول لي هل انا هعمل دايت؟ هل انا همشي على ورقه الدايت؟ امال انا بعمل ايه بقى؟ امال احنا مكاننا امال احنا بنعمل ايه؟ دايت بالظبط. انت كل اللي انت عملتيه قبل كده، انت هتاخدي كبسوله او انت هتاخد الكبسوله مع كوبايتين ميه كبار حلوين، هتبدا تشتغل معاك اول حاجه في ان هي تقفل لك الشهيه لمده 48 ساعه. ازاي؟ فيها نسبه الياف عاليه، من ضمن الالياف دي يا كريم عشبه الانسيليوم اللي بتبدا تاخد معاك حيز كبير في المعده 80% تقريبا بالظبط كده، هيتبقى لك 20% بس. هقول لك كل فيهم كل اللي انت عايزه، النشويات، خضروات، رز، مكرونه، هحلي، كل اللي انت عايزه. كمثال بسيط زي ما قلنا، بدل طبق رز بقينا بناكل ربع طبق رز، بدل رغيفين عيش ربع رغيف عيش. ده طبعا حتى على الفراخ واللحمه وعلى اي اكل بالظبط. المرحله الثانيه معانا وهي حرق الدهون المتخزنه اللي انا هنزله من 15 كيلو في الشهر. الكبسولات بتدمر الدهون بالذات البطن، الارداف، الجناب، الدراعات. حتى لو بتعاني من سمنه وراثيه، السمنه الوراثيه بتتعالج، هي في الاول وفي الاخر دهون متراكمه بتتفتت وبتتدمر. الكبسولات بتدمرها، الكبسوله بتروح على منطقه البطن تدمرها، مش مثلا تبقى عندي كرش فتنزلي الوش، لا الكبسوله بتاعتنا ذكيه جدا بتدمر دهون المتراكمه. تشتغل معاك على اماكن السمنه الموضعيه اللي مضايقاك وعامله لك مشاكل في شكل اللبس كمان بالظبط. قولي لنا طيب زياده معدل الحرق. الكورس بتاعنا مع ان انا بحط لك الحقن والاعشاب والنقط، الكبسول كمان بيشتغل معاك في رفع معدل حرق الجسم. ليه؟ لان هو فيه بي بي سي، ماده البي بي سي والالكارانتين والكافيين والتوت البري اللي بيعمل نحت لشكل الجسم. يعني ايه نحت؟ يعني بيشتغل لك على اماكن الدهون، يعني برسم لك شكل الجسم تلقائيا مع الاستمرار على الكورس لحد ما توصل للوزن اللي انت عايزه. وهنعمل نحت للقوام وهنثبت الوزن بعد النزول. وزي ما قلنا كبسوله النهارده بتحرق دهون الكرش بالذات، رجاله، ستات، شباب، بنات، ننسى الكرش ده خالص لان الكبسولات بتاعتنا مدعمه بمرحله سته وهي حرق دهون الكرش بالذات. اخر مرحله بتعملها معانا الكبسوله وهي تنظيم عمليه الهضم بالزبط. للناس اللي بتعاني من مشاكل في معدتها. دي مشكله كبيره جدا ما هي برده بتقابل بتتحل برده خالص مع الكورس. وعايزه اقول للناس مش كورس تخصيصي بس، يعني من الاخر بروتوكول علاجي كامل يا كريم بالزبط. بروتوكول علاجي كامل كله بيكمل بعضه. فاحنا هنوصل دلوقتي ازاي للفريق الطبي؟ هنتصل على الارقام الموجوده على الشاشه. عايزين نزود الهدايا، يعني نخلي الاثنين امبول حرق الاول 100 متصل مثلا. ماشي، ايه رايك؟ خلينا نعمل كده عشان هما بيزعلوا. وعايزه اقول لهم يوصلوا ازاي بقى للفريق الطبي. يلا الارقام او واتساب او الصفحه بتاعتنا دلوقتي قدامكم على الشاشه، صفحه الشركه او الفريق الطبي اللي هنكلمه علشان نقدر نوصل للكورس بتاعنا. الرقم هنبعت رساله على البيج او هنكلم رقم زي ما كريم. نجرب رقم تاني، احنا نصور الشاشه دلوقتي معانا ثلاث وسائل الارقام. طب الرقم مشغول، نجرب رقم تاني. طب لقيته مشغول برضو، نبعت رساله على الواتساب بايه؟ ببوكس وش وظهر كلمه السر او بوكس المسابقه. هتشتركي في المسابقه وهتطلعي معانا كمان اسبوعين وهنعمل السحب ده قدام كل 20 فرد يعني وهتخسي 15 كيلو.
وخصم 60% كمان النهارده، والهدايا زادت لحد 100 متصل. كده نبقى خلاص بنختم حلقتنا النهارده. انبسطنا بجد جدا جدا انا ومي معاكم، كمان ضيوفنا اللي كانوا معانا، مبسوطين قوي قوي بالمواضيع اللي اتناقشنا فيها، وكمان الفقره الطبيه اللي بتفيدكم وبتخليكم انتوا سعداء وبنعمل لكم عروض. بجد انا مبسوط يا مي وبشكرك جدا جدا. ميرسي يا كريم، وانا كمان. يلا السلام عليكم.